أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه من أهل الفترة؟ يا إخوان، ما هم من أهل الفترة، لأن عندهم بقايا دين إبراهيم، وعندهم بقايا دين الأنبياء أهل الكتاب، فهم من بلغتهم الدعوة، بلغتهم الرسالات، فليسوا من أهل الفترة. أهل الفترة اللي ما جاءهم شيء ولا سمعوا إن هناك رسول ولا كتاب، باقين كما ولدتهم أمهاتهم، هؤلاء هم أهل الفترة. أما هؤلاء فهم بلغهم دعوة الرسل وعندهم بقايا، لهم يحجون، ما هم يحجون في الجاهلية، يحجون يطوفون ويسعون ويتصدقون، هذه من بقايا دين إبراهيم ودين الأنبياء، فهم بلغتهم الدعوة. نعم.